هقول باختصار شديد ايه هي وظائف الكبد، او يمكن بعض من وظائف الكبد، لان هو اكبر او من اكبر الاعضاء اللي موجوده في الجسم. هو زي ما الناس كتير قوي بتسميه الموتور بتاع الجسم، بيخلص الجسم من كل السموم، بيكسر الدواء اللي احنا بناكله، بيتخلص من الكحوليات طبعا لو في حد شرب كحوليات. عاوز اقول كمان ان هو بيتم او بيخزن بعض الفيتامينات منها الحديد وب 12. عايز اقول ان هو كمان بيظبط الكوليسترول، وهو كمان بينتج الجلايكوجين او بينتج السكر في الدم. عايز اقول ان هو كمان مهم جدا لموضوع المناعه او الحفاظ على المناعه بتاعتنا. كمان مهم جدا لان هو بيظبط، يعني خلينا نقول بالبلدي، ان ما يحصلش اي تجلطات في الدم. فالكبد من الحاجات المهمه جدا صحتها في جسمنا، تغير طبعا كل الوظائف. وعايز اقول لكم، او كل الاعضاء، عايز اقول لكم ان اذى الكبد بقى من اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب لا قدر الله للموت. طبعا فيروس ايه زي ما احنا عارفين، وفيروس بي وفيروس سي. مش هقدر ادخل في تفاصيل اكتر من الفيروسات دي، لكن الفيروسات دي لو حصل واذت الكبد، خلاص الكبد بيحصل له نوع من انواع التليف، فبالتالي كل وظائف الجسم ما بتشتغلش بطريقه مظبوطه. طيب ازاي احافظ على صحه الكبد؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، او هو ده اللي احنا هنركز عليه النهارده.